قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق بحصيلة كورونا في الجزائر لنهار اليوم، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء عن تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد بذلك مجموع الإصابات إلى 112461 إصابة. وحسب ما أفاد الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وانتشار فيروس كورونا جمال فرار، فقد تم تسجيل 3 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع المجموع إلى 2970 حالة وفاة رحمهم الله. في المقابلة أوضح فرار أنه تم تسجيل 155 حالة شفاء خلال نفس الفترة، يزداد المجموع إلى 77537 حالة شفاء، بينما تتواجد 21 حالة تحت العناية المركزة. وأضاف فرار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق باتصالات الجزائر، حيث شرعت اتصالات الجزائر في عملية تحويل اختبارية ستسمح لما يقارب من 2 مليون مشتركة بعرض 2 ميجا بايت بمضاعفة سرعة التدفق إلى 4 ميجا بايت. وأجريت في الأيام الماضية اختبارات على كامل التراب الوطني سمحت بتسجيل تحسن معتبر عند معظم المشتركين المعنيين. هذا التحسن هو ثمرة المشاريع التي تمت مباشرتها في مجال عصرنت طبقات شبكة الاتصال الوطنية من المصدر إلى المشترك، لا سيما من خلال إنجاز المؤسسة لمنافذ جديدة تعتمد على الألياف البصرية بالموازاة مع ترقية وعصرنت الشبكة النحاسية القائمة لضمان سرعات تدفق أعلى. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق بيوسف سحيري الذي فند ما تم تداوله من كلام بعد إقالته، حيث قال كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينيماتوغرافية السابق يوسف سحيري إنما تم تداوله من تصريحات منسوبة له بخصوص النظام والحراك هي مجرد إشاعات وأخبار مغلوطة. وكذب سحيري في تصريح خاص به تلفزيون النهار هذه التصريحات المنسوبة إليه، نافيا أن يكون تحدث إلى أي موقع إخباري بهذا الخصوص. وأضاف كاتب الدولة السابق في تصريحاتها إن التصريحات قرأتها مثل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهي تصريحات لم تصدر مني ولا علاقة لي بها. أما الآن إخوتي الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلق بفضيحة مست وزارة الثقافة الجزائرية، حيث مطبع مع إسرائيل قام بدعوته من أجل الترويج للتراث الثقافي والسياحة في الجزائر. ففي خطوة جد غريبة ومخالفة للموقف الدبلوماسي الجزائري وسياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أقدمت وزيرة الثقافة بن دودة على جلب مطبع مع إسرائيل لترويج الثقافة والسياحة الجزائرية، حيث لا يزال النجم المصري محمد رمضان يواجه انتقادات لاذعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور له تظهره وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عمير آدم في دبي، وسط جدل واسع بين مغردين واتهامات لرمضان بالخيانة والتطبيع. وبارك إعلام الكيان الصهيوني خطوة أحمد رمضان الذي هرول نحو الترويج لثقافة الإسرائيلية من خلال منصاته عبر شبكات التواصل، وقال فيها الفن يجمعنا. وتبعا لما بدر من الفنان محمد رمضان المطبع مع الكيان، فقد أكد الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر وقف رمضان مؤقتا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن الصور التي جمعته بمشاهير إسرائيليين في إحدى الفعاليات في دبي. وأعلن رمضان احترامه لقرار وقفه عن العمل، وأضاف أنه تم إلغاء مسلسل كان يشارك فيه لشهر رمضان القادم. ورغم ما بدر من الفنان المطبع الذي افتضح أمره بالصدفة، يبقى السؤال مطروح من أشار على وزيرة الثقافة بن دودة باستقدام محمد رمضان المروج لثقافة الإسرائيلية كي يروج لثقافة الجزائرية. وفي نفس السياق إخوتي الكرام فإن وزيرة الثقافة أيضا ستقوم باستدعاء هيفاء وهبية حسب عديد صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعادت قضية استقدام الفنانين العرب للجزائر قصد ترويج الموروث الثقافي والسياحة الجزائرية، قضية تعيين الفنان كادر جابونيا سفير للتراث الثقافي الجزائرية وما أثاره اللقب من موجة الانتقادات
الإرهابيات التي كادت أن تعصف بمستشارين في الوزارة. جلب هيفاء والنمبر وان بالملايير في عز أزمة الفنانين الجزائريين الذين لم يجد بعضهم قوت يومها أثار سخط متابعي شأن الثقافية، حتى شبه البعض أن ما يحدث من إقصاء وحجرة يقع في خانة مغنية الحي لا تضرب، والفنان الجزائري لا ينفع. لنتجه لاستيراد الفنانين المشرقة للترويج للبضاعة الجزائرية. قضية كادر الجابوني أعادت نفسها من جديد بعد التصرف الغريب والعجيب لوزارة الثقافة، بل كادر الجابوني أرجل وأشرف من عرية هيفاء وهبية وعمالة محمد رمضان للكيان الصهيونية. كادر الذي قدم خدماته بالمجان من أجل بلده فوجد نفسها في حرج ذنب لم يقترفها بسبب غباء المستشارين وإنقاذ الوزيرة من ورطة افتعلوها. فهل تحتاج الجزائر في هذا الظرف بالذات لتروج تراثها وثقافاتها وسياحتها على ورق هيفاء وهبية والمطبع مع إسرائيل محمد رمضان؟ أما أنتم إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذه الخطوة من قبل وزيرة الثقافة. الخبر الموالي تعلق برسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، حيث وجه رئيس الجمهورية رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين. وقال رئيس تبون في كلمته بهذه المناسبة إن من أولويات الدولة مواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي. وأضاف رئيس الجمهورية أنه يفخر بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة، وأشاد رئيس تبون بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بقطاع المحروقات. وعن الذكرى 65 لتأسيس الاتحاد العام للجزائريين، أكد رئيس تبون أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية، وأشار الرئيس إلى أنه يتم التكفل تدريجيا بالعمال المتضررين من تداعيات كورونا من قبل المصالح المختصة. ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العام في ظل كورونا إلى الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات إثارة البلبلة. وأفاد الرئيس إن إحياء المناسبة يتيح لنا بموعد 24 فيفري أن نعيش بعقولنا ومشاعرنا لحظة العرفان للذين نذروا أنفسهم لتحقيق تطلعات الجزائريين، مضيفا من الأيام الخالدة نستمد الإرادة والعزم وخصال التضحية ونكران الذات التي تحل بها رفاق عيسى إيدير. الخبر الموالي إخوة الكرام تعلق بأن شركة ساينوفارما أكدت بأن اللقاح الصيني يصل الجزائر اليوم، حيث كشفت سفارة الصين لدى الجزائر اليوم أن اللقاحات التي تبرعت بها إلى الجزائر ستصل اليوم. وقد أكدت الحكومة الصينية تبرع 100,000 جرعة كهبة الذي تنتجه شركة سينوفارما الصينية للإشارة منذ تفشي الوباء ساعدت الصين والجزائر بعضهما البعض وتضامنتا في مواجهة الصعوبات. وقد أصبح البلدان نموذجا للتوحد والتعاون لمكافحة الوباء في المجتمع الدولي. وكانت الجزائر من أوائل الدول التي قدمت المساعدة الطبية الطارئة للصين. كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تضامن وتعزية بشأن الوباء إلى رئيس الصينية، وكرد للجميل تبرعت الحكومة الصينية والسفارة والشركات والجاليات الصينية في الجزائر بكمية كبيرة من الأقنعة الواقية والكواشف وأجهزة التنفس الاصطناعية، وأرسلت الحكومة الصينية فريق الخبراء الطبيين لمكافحة الوباء إلى الجزائر، مما قدم المساهمة الصينية في حرب الجزائر ضد الوباء. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.